السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نهضروا على واحد الموضوع الإخوان، موضوع كبير اللي هو واش من الضروري خصني نسخن يعني السيارة ديالي في الصباح أو لا غير نديماري ونتمشى بها عادي. فالإخوان هذه واحد الإشكالية كبير، كاين بعض الناس اللي عندهم مع هذه الفكرة يعني كيأيدوا هذه الفكرة وكاين اللي ضد هذه الفكرة الإخوان. فاليوم جاتني الفكره وغادي نعطيكم يعني شنو هو النصيحه اللي غادي نعطيكم الاخوان وشنو خصو يدار. فبالنسبه كما كتعرفوا لو سيستيم القديم الاخوان اللي كان في السيارات هو كان لو سيستيم يعني اكاربيراتور، يعني السيارات كان فيهم كاربيراتور. فكانوا السيارات القدام يعني موديل القديم الثمانينات التسعينات قبل السبعينات كانوا السيارات ضروري خصك تسخن واحد شويه السياره بيد ما طلع هذاك ليكوي ديال السخونيه وعاد ديك الساعه كتقدر تمشى بها. دابا الاخوان يعني القضيه تبدلات، ولا دابا لو سيستيم انجيكسيون يعني الكترونيك يعني ولا حتى لي بوجي الاخوان، لا تكنولوجي ديال لي بوجي اللي كانوا شحال هادي دو بريشوفاج يعني لي بوجي ديال المازوت، لا تكنولوجي اللي كانت بكري ماشي هي ديال دابا. فداك الشيء الاخوان مهم تبدل يعني البياس دو شونج اللي كان بكري الاخوان حتى هما راه داخله فيهم الصناعه، يعني الصناعه تطورت فيهم وراه تبدل الاخوان، يعني دابا كلشي تبدل في يعني في الصناعه ديال القطع ديال الغيار. فكما قلت لكم بالنسبه للسيارات ديال ليسانس او ديال المازوت دابا لي نوفو موديل الاخوان، عندك بور لي موتور دي سي كان يعني بهم رينو داسيا تي دي سي فورد سي دي مرسيدس سي ار دي هيونداي كيا، المهم جميع الاخوان السيارات لي نوفو موديل 2008 2010 الفوق، فما كتحتاجوش الاخوان تسخنوا السياره ديالكم. وانا كنشوف بزاف ديال الناس، كاين منهم الجيران ديالي كنشوفهم انا في الصباح جالس مسخن، كتلقى طوموبيل 2018 و2019 وجالس كيسخن طوموبيل واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق وعاد كيديماري. حقا لا راه تطلع ديك ليكوي عاد باش الموتور يسخن مزيان عاد نقدر نمشي، وهذا الاخوان غير كيخرج كيزيد يخرج على الموتور ديالو. ف بالنسبه كما قلت لكم دابا ولاو لي بيس يعني لي بيس داك الصناعه ديالهم تطورات. فهذاك لو سيستيم انجيكسيون شنو كدير يعني دابا انت ملي كديماري كاين واحد التيموان كيشعل في الطابلو وديال البريشوفاج، اون فوا كيطفى خصك تمشي، اون فوا يطفى خصك تتحرك، ولكن ا كونديسيون يعني بشرط بان ما تطلعش في لي تور مينوت. لي تور مينوت في الخمسة دقائق الاولى ما خصكش تمشى، بس يعني تجري في السياره على ما مثلا ما خصكش تفوت ما بين واحد 1500 1600 ماكسيموم واحد 1700 تور مينوت. هنا المشكل اللي كاين الاخوان، وانا كيوقع ليا شخصيا، انا كيوقع ليا دابا ملي كنخرج الدار بحكم انا عندي الدار ديالي حدا الطريق برينسيبال يعني ما كملتها واحد 500 متر وكنخرج في هنا، انا ساكن بحكم انا ساكن في سلا يعني في الطريق ديال قنيطره ديال قنيطره، الناس اللي ساكنين في سلا راه يعرفوا طريق قنيطره كيكون زحام بزاف. فهادوك الناس دوك السيارات اللي من مورايا ما كيهضروكش، هيك كتكون انت غادي مثلا واحد 3 ايام غادي واحد تور مينوت غيب شويه واحد 50 في الصباح غادي بيد ما سخن الطوموبيل واحد 5 دقائق، فكتسمع الكلاكسون كتسمع كاين اللي كيعطيك الفاركود على الصباح، كاين ما كيعرفوش بان انت راه يلاه غادي تسخن السياره ديالك. وكنتمنى ان هذا ميساج الناس عرفوا بان راه يلاه بنادم فاق الصباح وغادي لخدمته وغادي كل واحد غادي يدي وليداتو للمدرسه، فما تحتاجوش داك الكلاكسون، راه يلاه كاين اللي يلاه ديما راه طوموبيلتو غادي، راه ما يمكنش ديماري شي طوموبيلتك وغادي تمشي ب 70 ولا 80 في الطريق، راه ما يمكنش. ضروري الصباح كتسخن الطوموبيل واحد 5 دقائق 6 دقائق في الطريق، ماشي واقفه، ماشي واقفه الاخوان. فالقضيه ديال الوقفه راه كتزيدوا كتخرجوا على السياره ديالكم. دابا كما قلت لكم لو سيستيم دانجيكسيون تبدل، شحال هادي كان هذيك داك لو ميلونج ديال الكاربيرون ما بين ليسانس مازوت وما بين الهواء، بالنسبه لسياره ليسانس والهواء، وما بين سياره المازوت والهواء الاخوان، كان خصو واحد المده باش يلا حتى هو داك لو ميلونج ومع داك الموتور باش كيسخن وداك الشيء باش عاد كتم العمليه ديال التسخين. اما دابا الاخوان داك الشيء ولا يعني كما قلت لكم القطع الغيار تبدلوا لو سيستيم دانجيكسيون ودابا ولا الكترونيك، فهداك الشيء دغيا الاخوان الطوموبيل كتسخن في يعني ميم با 3 دقائق كتمشاو بها كطلع السخونيه الاخوان. فهذا كان ميساج بالنسبه للناس. وزائد حاجه اخرى، زائد حاجه اخرى الاخوان، كيكون حتى ديرونجمون بالنسبه كتلقى واحد الانسان ساكن في واحد الحي ومثلا وعنده واحد الطوموبيل
كتلقى قديمه ومازال كيسخن على الصباح واحد 10 ولا 15 دقيقه. فمن الاحسن تكون بالنسبه للسيارات القدام اللي نقدر نقول لكم عندكم واحد 3 دقائق كحد يعني اقصى بركه صافي، وكتمشى انت بشويه. بالنسبه للسيارات الجداد لا داعي، لا بلاش ما تسخنوا السيارات الاخوان بلاش، يعني تمشاو كما كنقول لكم تمشاو تور مينوت ما تفوتوش 1500 1700 الاخوان ماكسيموم. راه كاينه وثاني اللي ما كيعرفش، يعني على الصباح اللي كيكون زربان على الصباح كديماري الطوموبيل وثاني ديالك كتمشي كتجري كتفوت واحد 3 ميل تور بار مينوت، هذيك راه ثاني يعني الموتور ديالك راه ما غيصبرش، راه واحد الوقيته توصل لاكاس الموتور ديالك صافي غادي تولي خصك تحلو شحال من بياسه خصك تبدلو، داكشي راه غير يا الاخوان. فنتمنى الاخوان نكون ما طولتش عليكم، واللي ما مشاركش معنا في القناه يشترك، والواتساب ديالي الاخوان هو 06 61 05 05 46. ومرحبا بكم الاخوان اللي عنده شي سؤال يتراسل معايا في الواتساب وفي يوتيوب في التعليقات الاخوان، وسمحوا لي اللي ما جاوبتوش في الوقت راه غادي نجاوبو ان شاء الله، يعني شحال ما كان راه غادي نجاوبكم. يلا الاخوان تبارك الله عليكم.